في إطار جهود القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع، حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. جاء ذلك في تقرير جهاز تنمية المشروعات بعنوان 7 سنوات استقرار وتنمية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يحتوي على الأنشطة التي تنفذها الجهاز خلال 7 سنوات الماضية.